حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من شفق نيوز. شرارة احتجاجات الكهرباء تصل النجف وقطع للطرق. في القدس العربي استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية. أقرأ في الشرق الأوسط إعطاء أكثر من 3 مليارات جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم. في المدى مصادر مقربة من الحكومة غارات واشنطن سببت إحراجا لرئيس الوزراء. وفي العرب اللندنية تحقيق في تفجير بيروت، التضحية بأقرب المساعدين لن تزعج زعماء. أقرأ في عربي 21. فوضى شح الوقود مستمرة بلبنان وسفيرة كندا في الطابور. وفي إيكونوميست قلق يوناني من التفوق البحري التركي عليها. نبدأ من مقال الكاتب جاسم الحلفي بعنوان صور تهز الضمير وتدين الحكام. قال فيه: لم تعد خافية صور الحرمان والجوع الكافر والألم، صور أطفال عراقيين مكانهم المدارس، لكنهم ينتشرون منذ ساعات الصباح الأولى في مكاتب القمامة في أطراف بغداد ومراكز المحافظات العراقية، وصور كبار السن مثلهم يستحقون تقاعدا مجزيا يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم الراحة بعد شقاء عمر. وهذه صور تعكس خسة طغمة الحكم وانعدام الضمير عند هذا بحسب تعبير الكاتب. وقد سلبت كرامة المواطنين بنهبها الأموال العامة التي لهؤلاء الأطفال وكبار السن حق فيها. صور أطفال أحياء الصفيح وهم يتكدسون على تلال النفايات ويتزاحمون على سيارات القمامة عسى أن يحصلوا على ما يسد الرمق، مشكلين واقع القهر والامتهان والألم في آن مما لا يشعر به منظرو الورقة البيضاء. لم يتمكن المطبلون لإنجازات الحكومات المتعاقبة ومزيفو الحقائق من محو هذا كله وغيره. وقد عرتهم الصور التي أظهرت الأطفال شبه العراة تحت لهب الشمس الحارقة، وعرت نهبهم وحكمهم باسم إنهاء الحيف ورفع المظلومية عن فقراء العراق. صور الإدانة ستلاحق كل حاكم يعلم بحجم موارد العراق ويدرك ثراءه، لكنه يتجاهل الجوع الكافر الذي يحاصر ملايين العراقيين الذين يعيشون الصراع الدائم مع الفقر المدقع. صور تحاصر كل ذي ضمير وتصرخ من ذل رحلة غبش الفجر نحو مزابل المدن. صور لفداحة الإدانة التي يستحقها كل مسؤول فاسد أو متلكئ أو فاقد كفاءة أتت به المحاصصة والولاءات الحزبوية والتبعية المهينة. صور اضطرت مفوضية حقوق الإنسان وهي مؤسسة رسمية إلى تشكيل فرق لإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الطمر الصحي للتقصي عن الواقع الإنساني للقاطنين فيها ممن هم دون مستوى خط الفقر، حسب تصريح عضو مجلس المفوضية زيدان العطواني، والذي أشار إلى أن الكثير من الأطفال وكبار السن يعتشون على نبش مخلفات هذه المواقع من نفايات ومواد بلاستيكية وغيرها وسط بيئة ملوثة. ويضيف الكاتب: تبرهن صور تزاحم الأطفال حول أكوام القمامة على إخفاق الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي سبق وأطلقته وزارة التخطيط بالتنسيق مع البنك الدولي لتحسين الظروف المعيشية للفقراء والمهمشين، فلا خدمات قدمت لهم ولا فرص عمل وفرت للعاطلين كما وعدوا بذلك قبل أعوام.
أن صور أطفال العراق وهم يتنافسون على مخلفات معدنية ترمى في المزابل هي صور الإدانة لنظام المحاصصة والفساد والانتهاك السافل للقوانين الدولية. بين سطوة الميليشيات وضعف الكاظمي ضاعت الدولة، هذا ما جاء في مقال للكاتب حاتم الفلاحي الذي قال فيه إن تحول الاغتيالات نحو الأجهزة الأمنية هو تحول خطير في استهداف مؤسسات الدولة غير الخاضعة لسطوة الميليشيات، فقد اغتيل ضابط كبير في جهاز المخابرات وهو الذي حمل رسائل متعددة لحكومة الكاظمي والأجهزة الأمنية مفادها أن كل من يقف أمامهم سيكون مصيره القتل وأن الحكومة لن تكون قادرة على حمايته من كواتم الميليشيات. إن القضاء العراقي لم يعد كما هو معروف عنه نزيه وغير مسيس وفوق الميول والاتجاهات السياسية والحسابات الشخصية، لأنه خضع للتهديد والابتزاز في الكثير من الملفات، ومنها تسوية الكثير من الملفات لبعض القيادات السياسية بضغوطات وإملاءات خارجية بعد أن اتهمت بالإرهاب، وكان سبباً في دمار الكثير من المناطق. وكذلك أطلق سراح قاسم مصلح بعد أن برر إطلاق سراحه بقوله إنه كان خارج العراق عندما وقعت هذه الجرائم المتهم بها. طيب، وكيف للحكومة أن تقوم بإصدار مذكرة إلقاء قبض على قيادي كبير بالحشد وليس لديها معلومات بأنه كان خارج العراق عند ارتكاب تلك الجرائم وهو أحد القيادات العسكرية التابع لها ولسياقات المؤسسة العسكرية ولسلطة القائد العام للقوات المسلحة؟ وكيف حصل مصلح على موافقة بالسفر دون موافقة الجهات الأمنية والاستخبارية خصوصا وهو بهذا المنصب الكبير؟ يضاف إلى ذلك بأن عمليات الاغتيال تنفذ من قبل مجامع مسلحة تابعة لقيادة الميليشيات، وليس بالضرورة أن ينفذ هو بنفسه هذه الاغتيالات لكي يتهم بها، بل والعجيب أن يصرح قيادات من الحشد بأن قاسم مصلح سيحضر الاستعراض العسكري الذي كانت ستقوم به الميليشيات يوم 14 من يونيو حزيران الجاري قبل تأجيله، وكان هناك تأكيد على ذلك، فكيف لها أن تصرح بذلك وهو لا يزال قيد الاعتقال والتحقيق؟ لذا نقول بأن إطلاق سراح القتلة والمجرمين هو إهانة للدولة وإهانة للحكومة وإهانة للقضاء. أضاف الكاتب إلى متى سيتحمل الشعب ذلك كله؟ وكيف يمكن إجراء انتخابات نزيهة مع هيمنة السلاح المنفلت وعدم قدرة الدولة على مواجهة الميليشيات الولائية التي دمرت مؤسسات الدولة وأضعفتها واستخدمت سلاحها بندقية ماجورة لإسكات الأصوات الحرة ولفرض إرادتها السياسية بقوة السلاح حسب المصالح الإقليمية التي تدير هذه الميليشيات، وأن الشارع العراقي المنتفض فقد الأمل بالانتخابات المقبلة لإجراء التغير أو التغيير المنشود لأنها تفتقر إلى الإمكانيات والقدرات والوسائل والقوانين لفعل التغيير المنشود. السلاح المنفلت في عموم العراق والحدود السائبة بين العراق وجيرانه من الأشقاء المخلصين المؤمنين الذين زرعوا وما زالوا يزرعون الفتنة الطائفية في أرجائه. البطالة تزداد يوما بعد يوم في أرجاء العراق والاختلاس والرشوة يتوسع يوما بعد آخر. الاغتيال يحصد شباب تشرين وأطنان من المخدرات تدخل يوميا الحدود المفتوحة للتهريب بكل حرية. كل هذا لم يرهب الحكومة ولم يهزها، ولا الانفلات الأمني يرهب القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا ما جاء في مقال لمجلة الجاردينيا. مئات الشاحنات تدخل المعابر الجمركية بعيدا عن الرقابة، لا ترهب الحكومة. انتهاكات الميليشيات في عموم العراق لم ترهب الحكومة، واقتحام المنطقة الخضراء بالأسلحة والصواريخ اليومية لم تهز الحكومة، والحكومة العتيدة لم تتخذ أي إجراء ضد هذا الذي يحدث يومياً.
ولكن خيمة أم إيهاب الوزني جعلت السلطات المدنية والعسكرية والمخابراتية والأمنية والميليشياوية في حالة استنفار كبير عندما اعتصمت أم إيهاب بخيمة صغيرة جلست تحتها أمام مبنى محكمة كربلاء، فتقدمت قوة كبيرة من الفوج الرابع بقيادة ضباط برتب عالية لتسرق هذه الخيمة بأمر من المحافظ وقائد شرطته لمنع تلك السيدة من الاعتصام بطريقتها الخاصة، مطالبة السلطات بالكشف عن قتلة نجلها من قبل أزلام ميليشيات السلطة في العراق، وكان في معيتهم عناصر ميليشياوية ملثمة مصرة على تمزيق تلك الخيمة، لأن تلك الخيمة سبب أزمات البلاد المتراكمة منذ الاحتلال عام 2003 وإلى الآن. ولكن أم إيهاب هذه السيدة المسنة كانت أكثر صلابة منهم ولم تغادر، لأنها أم البطل، فافترشت أحد الأرصفة قرب المحكمة وهي تصرخ بوجع بأنها لن تتراجع دون الكشف عن القتلة الذين اغتالوا إيهاب بسلاح كاتم الصوت تحت أنظار الأجهزة الأمنية والتي تدعم الميليشيات بسلاحهم وفسادهم وتصفية الناشطين والمتظاهرين الذين يطالبون بعراق جديد خال من أي نوع من أنواع الفساد. أم إيهاب تطالب بالضغط على الحكومة لتسيير التحقيقات التي توقفت بأوامر من الميليشيات السياسية الدينية، وتطالب بمحاكمة القتلة بالرغم من الأجهزة الأمنية التي تحتفظ بأسمائهم، ولكن ما زالوا يسرحون ويمرحون أمام الجهات الأمنية من دون أن يتعرض أحد منهم للاعتقال أو المساءلة. ولكن أم إيهاب قد ضربتها أفراد من الأمن وأمام خيمتها وصادروها ومنعوها من الاعتصام بالرغم من أن القوات الأمنية ليس لديها أوامر قضائية بمصادرة الخيمة أو منع أم إيهاب من الاعتصام. ليس تكليف الرئيس عبد المجيد تبون أيمن بن عبد الرحمن وزير المال السابق بتشكيل الحكومة الجديدة في الجزائر سوى محاولة أخرى لإعادة تأهيل النظام القائم منذ عام 65 و900 ألف تاريخ استيلاء هواري بوميديم على السلطة بعد 3 أعوام من تاريخ الاستقلال، وهذا ما جاء في مقال للكاتب خير الله خير الله. سيشكل أيمن بن عبد الرحمن قريبا حكومته، ستكون الحكومة حكومة اختصاصيين بما يوحي بأن رئيس الجمهورية مستعد للسير في نهج جديد أبعد ما يكون عن المحسوبيات وعن الفساد. المؤسف أن ذلك لن يعني الكثير، لا لشيء سوى لأن النظام لا يزال في العمق هو هو. بكلام أوضح، لا تعني حكومة الاختصاصيين أي تحول جذري يشير إلى أن النظام قادر على القيام بمراجعة شاملة تؤدي إلى مواجهة جريئة للأسباب الحقيقية للأزمة الجزائرية التي هي أزمة نظام غير قابل لإعادة تأهيل. هذا كل ما في الأمر، لو كان النظام قادراً على إعادة تأهيل نفسه لما قطع الجزائريون الانتخابات التشريعية، ولما قاطعوا قبل ذلك الاستفتاء على الدستور، ولما قاطعوا أصلاً الانتخابات الرئاسية التي أوصلت عبد المجيد تبون وهو بيروقراطي باهت إلى موقع رئيس الجمهورية. ما يجري حالياً في الجزائر عبر تشكيل حكومة اختصاصيين أو حكومة تكنوقراط مناورة أخرى يستهدف النظام منها إثبات أنه لم يفلس بعد لا داخلياً ولا إقليمياً. هذا نظام مفلس لا يمتلك جرأة إعلان إفلاسه. أضاف الكاتب، لو كان النظام قادرا على إعادة تأهيل نفسه لما قاطع الجزائريون الانتخابات التشريعية، ولما قاطعوا قبل ذلك الاستفتاء على الدستور، ولما قاطعوا أصلا الانتخابات الرئاسية التي أوصلت عبد المجيد تبون إلى موقع رئاسة الجمهورية. نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا للكاتب جوناثان كوك، سلط فيه الضوء على ممارسات شرطة الاحتلال الصهيوني
التي وصفها بالعنصرية والعنيفة بما في ذلك ضد فلسطيني 48. وعد كوك في مقاله تلك الممارسات تقع في الصميم من سياسة الفصل العنصري. في واقع الأمر كلا النوعين من التعامل الشرطي مع المواطنين الفلسطينيين العنف الممارس ضد الاحتجاجات والقعود عن مكافحة الجريمة تعود جذورهما إلى نفس الأمر، إنها الأيديولوجية القبيحة التي ترى أن اليهودي صاحب تفوق عنصري، وهو نفس التفوق العنصري الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير صدر في وقت مبكر من هذا العام عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسليم، والتي عبرت صراحة عن قناعتها بأن إسرائيل دولة فصل عنصري أبارتيد تعامل الفلسطينيين بدونية، سواء من كان منهم يعيشون داخل الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل أو داخل المستوطنات غير القانونية. يعتبر تقرير منظمة العفو الدولية الصورة الأخيرة الملتقطة لمجتمع كل ما فيه يتبع منطق الفصل العنصري بما في ذلك الشرطة. لا ينبغي أن يستغرب أحد ذلك، لأن الفصل العنصري من حيث التعريف سلوك ممنهج لم يأبه معظم الإسرائيليين اليهود، سواء كانوا ينتسبون إلى اليسار أو إلى اليمين، بموجة الإجرام التي ما لبثت لسنين تكتسح المجتمعات الفلسطينية المجاورة لهم، وذلك على الرغم من الاحتجاجات المستمرة من قبل الأقلية الفلسطينية. ولفت الكاتب البريطاني إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية عن أسلوب الشرطة الصهيونية في حماية التفوق العرقي اليهودي ضد أي تحد يصدر عن المواطنين الفلسطينيين. كتب علي حسين باكير في موقع عربي 21 عن العقبات المنتظرة في وجه دور تركي محتمل في أفغانستان، فلا يزال مقترح تركيا تشغيل الحماة لمطار حامد كارزاي الدولي وتأمينها في كابول بعد خروج القوات الدولية من أفغانستان ما زال يتفاعل على المستوى المحلي والدولي فيما يصفه بعضهم بالمهمة المستحيلة، وذلك في غضون 20 يوما من وجودها، أي القوات التركية في أفغانستان لم تشارك هناك في أي أعمال قتالية ضد الشعب الأفغاني، بل اقتصر دورها على تحقيق الأمن والاستقرار وإيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتدريب قوات الأمن الأفغانية. شرعية التواجد التركي يعد هذا الأمر ضروريا لتأمين خلفية قانونية لتواجد القوات التركية في أفغانستان. عملت هذه القوات منذ عام 2001 وحتى اليوم تحت ثلاث مستويات: الشرعية الدولية والشرعية الإقليمية والشرعية الداخلية، من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن، وأخرى صادرة عن حلف شمال الأطلسي، وثالثة صادرة عن البرلمان التركي الذي قام نهاية العام الماضي بتمديد عمل القوات التركية في أفغانستان لمدة 18 شهراً إضافياً بدءاً من 6 يناير 2021. مع انتهاء عمل القوات الدولية وسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، سيكون هناك حاجة لغطاء قانوني يؤمن العمل للقوات التركية في حال تم قبول المقترح التركي المتعلق بحماية وتشغيل مطار حامد كارزاي الدولي في أفغانستان. عدم وجود مثل هذا الغطاء يجعل القوات التركية في موقف ضعيف على المستوى القانوني والدولي، ما يفتح المجال أمام استهدافها سياسيا وأمنيا أيضا. ولذلك فإن هذه النقطة تحتاج إلى نقاش عميق مع واشنطن والحلفاء الدوليين. إقناع طالبان لن يكون سهلا، خصوصا أن الحركة رفضت حضور مؤتمر إسطنبول بشأن أفغانستان في 16 من شهر نيسان بحجة أنها ليست جاهزة للمشاركة فيه وأن أجندته غير واضحة. فضلا عن ذلك، ستتساءل الحركة بالتأكيد عن المقابل الذي من المفترض أن تحصل عليه إذا وافقت على هذا المقترح. غياب علاقات قوية بين تركيا وطالبان يحيلنا إلى الدور الباكستاني المحتمل في هذه العملية، وهي المعضلة الثالثة.
أطلق مئة الأطفال في غزة الأربعاء الماضي رسائل تتضمن المطالبة بتوفير الحماية اللازمة من المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل. جاء ذلك في أثناء فعالية نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد في ميناء غزة، إذ بادر الأطفال بكتابة رسائلهم من خلال البالونات المعبأة بغاز الهيليوم، فضلاً عن رسائل وضعوها في زجاجات بلاستيكية وألقوها في البحر لعلها تصل يوماً لمن يقدم الحماية لهم. وبحسب منسق دائرة المناصرة والأنشطة الشبابية بالهيئة إبراهيم الغندور، فإن هذا العمل يأتي لدفاع حقوق الأطفال في غزة، والذين كانوا الهدف الأول للاحتلال في أثناء عدوان الأخير على غزة، إذ استشهد 69 طفلا من دون أن تولي المنظمات الأممية أولوية لحياتهم. نبقى الآن مشاهدين قبل الختام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.